أما سؤالك عن حوار عمر وابن عباس، أنا في ظني أن هذا الحوار وإن لم ليس على منهج أهل الحديث في تتبع الرواة، إلا أنه يلخص المشكلة. هناك بشرية موجودة في الصحابة، هذه البشرية من عصبية، من سماع لبعض الأصحاب العصبيات القبلية عندما يقول إشفاقا على الإسلام وكذا. هذا ممانعة عمر يوم الرزية تشبه ممانعته يوم الحليبية، فهذا يعني نحن نعقل يعني الروايات الحديثية تقف مع النبي يوم الرزية يوم الحليبية، وتقف مع عمر يوم الرزية. يعني للأسف يعني هناك يعني تجد بعض علماء الحديث يقولون أن ما أن منع عمر لكتابة الكتاب أو افترق في حديث الصحيحين أن 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 البيت انقسم إلى قسمين، وخارج البيت أيضا انقسم إلى قسمين، قسم مع النبي وقسم مع عمر بن الخطاب. هذا الانقسام الذي أجمع عليه البخاري ومسلم بالمناسبة من أكثر من حديث، ليس حديث ابن عباس فقط، وإنما أيضا حديث جابر بن عبد الله وحديث علي وحديث عمر نفسه، والسياقات التي أوردها الصالحي وأوردها المتوسعون في كتب السيرة، أوردوا بأن الناس انقسموا قسمين. للأسف أن بعض علماء المسلمين لو قالوا أخطأ عمر رحمه الله أخطأ، وهو مثل خطأه يوم الحديبية أو مثل خطأه في وخطأ غيره في أكثر من مناسبة، لا لحل الأمر بسهولة. يعني ما يحتاج أن التخطئة ليس معناها أننا ندخل عمر النار أو ندخله الجنة. كذلك يوم الحديبية ليس معنى هذا عندما نخطئ عمر يوم الحديبية أننا نحكم عليه بكذا وكذا، إنما المقصود أن النبي موجود. إذا كان النبي موجودا يجب أن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أن بأداة ليكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا، يجب أن لا يكون هناك تنازع وأن تكون هناك طاعة خالصة. إلا أن عمر وفريقا معه عرضوا في ذلك ونجحوا في منع النبي من كتابة الكتاب، ليس إجبارا وإنما للتشكيك بأنه قد هجر، وأنه يعني كتابته في هذه الحال أصبحت يعني نوع من الهذيان أو نوع من قول الرجل في مرضه يعتبر غير معتدا به، بمعنى لو كتب الكتاب لقيل إنما كتبه وهو في ساعة هذيان أو في ساعة غلبه الوجع، ولم يستطع ولم يصبح لكتابه شرعية. فلذلك قال النبي قوموا عني فالذي أنا فيه خير من الشيخ. لحظة، ولا ينبغي عند التنازع. فضل الشيخ هنا الخلاصة في هنا. فضل. نعم لحظة فضل الشيخ. تفضل. نفس الشيء أبو بكر غلبه الوجع وقال آتوني أكتب، وآتوه وكتب. وعمر غلبه الوجع لأنه كان مطعون بخنجر، كان يغمى عليه، وأوصى وقبلت وصيته. وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لماذا يغمى على أبي بكر وتقبل وصيته، ويغمى على عمر وتقبل وصيته، ويغمى على النبي فيقال هجر؟ ليش يعني أمة يهجروا جميعا؟ السبب كما قلت لك أن الأمر فيه بشرية، بمعنى أن هناك خطأ. نحن لا يعني نبرئ عمر وفريقه ولن نقف معه كما وقف معه البعض، سنقف مع النبي ونقول الأمر الشرعي هو أن يطاع النبي عندما أمر بكتاب لا تضل أمته بعده أبدا. وإن كان عمر عندنا له سابقة، له جهاد، له كذا، إلا أن هذا لا يجعلنا بهذا التعصب أن نقف معه تلقائيا ضدنا بما يجوز. يعني هذا نحن ننسى أحيانا في فورة الخصومات المذهبية، ننسى الواجب الشرعي. الوجع كما تفضلت أن أبو بكر حتى أنه أغمي عثمان بن عفان، لما أغمي أبو بكر كتب عمر بن الخطاب، وكذلك عمر حصلت له إغماءات وهو يوصي. فلن يكون أبو بكر وعمر أكثر يعني حرصا على الدين من النبي عليه الصلاة والسلام. يجب هذه، وأنا أخاطب هنا كل سني، يجب أن ألا تشغلنا الخصومات المذهبية عن الواجب الشرعي تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أحيانا سبحان الله تدفع الخصومة إلى يعني إلى أمور مع أن المفترض أن تكون بديهية أن نصوب النبي وأن نقف معه. إلا أنه من يوم الرزية أن المسلمان فريقان، يعني تجد
إلى النووي ويقول اتفق العلماء على تصويب عمر فيما فعل لا إله إلا الله. يا نووي يا حبيبنا يا شيخنا يا فاضل، كيف تقول اتفق العلماء على تصويب عمر والنبي في الصف الآخر يقول اعطوني، وبعض أمهات المؤمنين تقول اعطوه، وافترق أهل البيت فريقين، فريق يقول بما يقول النبي وفريق يقول بما قال عمر. يأتي مثل النووي العالم الفاضل الطيب ويقول اتفق الناس على أن هذا من ذكاء عمر وحسن فطنته وموافقاته، هذه مبالغة في التبرئة لأخطاء الصحابة. ولذلك نحن قلنا يجب عند النبي واحد، ويجب ألا يزدحم عندنا الأنبياء بالصحابة والتابعين، لأنه إن ازدحمت الأنبياء عندنا فيصبح النبي كما شبهت في أظن في لقاء آخر، أنه أصبح النبي كالكعبة لا يرى من 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 من, من العمارات الطويلة التي تحيط بالكعبة. يجب أن يكون النبي رقم واحد، وأن نقول عمر أخطأ، والإنسان عنده يعني أخطاءه وعنده أهواءه وعنده عنده عصبياته، والعصبية القبلية حاضرة في قريش وفي غيرهم، وهذا منع النبي من كتاب هو نوع من العصبية القراشية التي يجب أن ندينها وأن نقف مع النبي فيها بكل صراحة. ويجب على كل من يزعم بأنه تابع لسنة محمد عليه الصلاة والسلام يقول عمر أخطأ وفريقه أخطأ والنووي أخطأ ومحمد عليه الصلاة والسلام هو المصيب في جميع الأحوال، هو المعصوم في هذه الأمة، أما البقية فبكل بساطة أنا أخطئ عمر هنا، ليس لأنني أفضل أو لأني كذا، لكن لأن النبي موجود، لأن النبي في الصف الآخر. اتفضل جميل.